جايين النهارده نتكلم عن عظمه التاريخ وعبقريه الجغرافيا هنا في دير المحره. التاريخ اللي اتقال من الاف السنين في وسط ارض مصر يكون مذبح للرب. اشعياء 19:19 احنا هنا في الايه، احنا واقفين هنا في اشعياء 19:19 هنا اول مذبح في ارض مصر. ارض مصر كلها اللي فيها الاف المذابح وملايين المسيحيين، هنا كان اول مذبح ليها اللي دشنه رب المجد بنفسه. هنا الجمال كله، هنا العائلة المقدسة عاشت 6 شهور و5 أيام. يعني يقال ان السيد المسيح لو كل المجد نطق هنا كلمات القبطية واتكلم كده وهو طفل صغير، وكان بيتمشى يمكن في المكان اللي احنا واقفين ده، وكان بيستمتع كطفل في المكان اللي احنا واقفين فيه ده. الحقيقة مكان عظيم جدا جدا ومهوب جدا جدا. الحقيقة يمكن لما بنراجع رحلة العائلة المقدسة ومسارهم داخل أرض مصر، بنلاقيهم أخذوا مصر كده من شرقها لغربها ومن طولها لعرضها، ما خلوش مكان في العائلة المقدسة غير لما زاروه وباركوا. لكن تحديدا هنا في الدير المحرة العائلة المقدسة قعدت أطول فترة قضيتها في مصر، هي 6 شهور و5 أيام. ناس كتير ممكن تسأل طيب يعني ليه وشمعنا هنا كانت آخر محطة وليه قعدت كل الفترة الطويلة دي؟ الحقيقة هم هنا احتموا بالمكان ولقوا فيه الأمان. هنا اللي من حضراتكم جه وزار الدير المحرة وشاف الكنيسة الأثرية اللي وقتها وقت العائلة المقدسة كانت البيت المهجور اللي احتمت به العائلة المقدسة وقعدت فيه الفترة دي، وزي ما بقول كده حست فيه بالأمان لغاية لما الملاك ظهر ليوسف النجار وقال له انك انت تقدر تاخد الصبي وامه، وزي ما قال لهم تيجي بيهم من فلسطين وتروح لارض مصر هناك هتلاقي الامان. دلوقتي اللي بيطلبوا نفس الصبي قد مات وتقدر انك ترجع بيهم لفلسطين. اعتقد ان لو كان لسه هيرودس ما ماتش في الوقت ده وطول في ربنا في عمره تاني شهر واتنين وتلاته ولا حتى سنه، اعتقد كان العائله المقدسه هتفضل في المكان ده اكتر من كده كمان. يعني اللي من حضراتكم راح بيت لحم وكنيسة المهد، هناك الملاك قال ليوسف النجار القديس العظيم قال له خد العائلة المقدسة أو يعني روحوا إلى أرض مصر. وهنا في المكان اللي احنا فيه دلوقتي اتقال ارجع إلى فلسطين. أنا بس عايز أقول على حاجة، في عهد البابا ثأوفيليوس البابا 23 وفي مخطوطات بتقول أن السيد المسيح له كل المجد أمر أن في 3 أمور هنا بتحدث في هذا المكان العظيم جدا جدا جدا. أول حاجة أن الأمان لا يفارق هذا المكان، هنا مكان آمن جدا جدا. يمكن المكان اللي ورايا ده اسمه الحصن، الحصن ده اللي يعني لما يجي البربر ويجي اللصوص ويجي الحرمية الآباء الرهبان كانوا يستخبوا في الحصن، لكن هذا الحصن دون عن كل أديرة مصر لم يستخدم. ليه لم يستخدم؟ لأن الأمان لا يفارق هذا المكان أبدا. كمان الصلاة هنا لا تنقطع، هنا كل يوم بيقام قداس باللغة القبطية، وعايزين نعرف ليه باللغة القبطية هنا. هنا الحقيقة مكان مميز جدا يا هبة. أكيد مكان مميز، وعد الرب إن الذبيحة هنا لا تنقطع. من أول ما دخلنا الدير وتكلمنا مع الأباء ومع نيافة الحبر الجليل الأنبا بيقول الأسقف ورئيس الدير المحرة، وعرفنا إن هنا فعلا القداس بيتصلى كل يوم داخل الكنيسة الأثرية ما عدا طبعا أسبوع الآلام. ففعلا على مدار كل السنين اللي فاتت الذبيحة لا تنقطع، وده من الحاجات اللي بتميز المكان والدير هنا. لكن طبعا أكتر ميزة مع المكان اللي قعدت فيه العائلة المقدسة كل الفترة الطويلة دي، المكان الأثري المكان الجميل اللي بيعتبر القدس الثانية. يعني أعتقد إخواتنا الأحباش بيعتبروا هنا بالنسبة لهم القدس الثانية، حتى اللي راح فلسطين اللي راح القدس وزارها بيحس إن التقديسة بتاعته كده ما بتكملش غير لما يجي هنا الدير المحرق ويدخل وياخد بركة المكان.